فرصة للمنتخب الجزائري وأول محاولة بهذا الشكل مباشرة من يوسف بالليلي. الترويض والاستقبال والتمريرة بخارج القدم من بغداد بنجاح. عودة بأنه لا زال خطر. انطلاقة بنينية توزع، ولكن يريد المنتخب البنيني الحفاظ على هذا المكسب، مكسب التعادل. لحد إمكانيات متميزة عند المنتخب البنيني لتواجه في حالة بدنية. إلى بغداد بنجاح، عطال يمر يتوغل بعد عن ضربة. تسديد حرز، توغل مع حرز. فينيات الباط، الكرة يوزعها، تعود إلى سفيان. التسديدة وتصطدم بالدفاع، فيها سيمفونية، في كوليكسيون من شعبه من جمهوره. فيها تسلل تخب البنيني في عمق الدفاع. العودة الرائعة من عيسى مندي في آخر لحظة، تغطية مثال. انطلاقة بنينية مرة أخرى، حذاري من هذه الكرة الصعبة، وتمر فوق العارضة الأفقية المقصية من الخطر قادم من يوسف بالليلي من هناك. وبالناصر إسماعيل يسدد بقوة، ولكن الحارس ألاك بكأسي فاك. رياض في القائمة الثاني، تدخل الدفاع. سفيان فيغولي في العمق، بحث عن رياض. المنتخب البنيني، التغطية والرئيس وهاب بولحين يقدم لرياض محرز. رياض يتقدم، يتوغل، يعيدها لسفيان. دولية رياض محرز في تنفيذ الركنية، لكن كل الكرات العالية. رياض محرز يقدم كرة لسفيان فيغولي. تمريرة ذكية جدا من سفيان تيغولي، لا يتسرع أبدا في التغييرات لتجاوز وفك شفر الدفاع المنتخب البنيني. مثل ما يحدث الآن، هذا ما كان يجب أن يحدث. المهارة الفردية، السرعة في التنفيذ. بنجاح، الخطر لازال قائم، والأول قادم، ولكن ليس في هذه الكرة، من رياض محرز. بداية قوية للمنتخب الجزائري، السرعة في التنفيذ. 20 سنة وفرحة رد الجميل هكذا من الأنصار، من المدرب المنتخب البنيني. تسترجع، تعود الكرة لولا جمال لسفيان فيغولي. روض سفيان الكرة، انطلق سفيان، سدد بقوة. حارس ممتاز ألاك بكصفة، صد كل المحاولات العناصر بهذا الشكل أمام معظم المنتخبات. وكرة خطيرة، وإلى الركنية. توسيعة عطال، كل هذا رياض محرز في تنفيذ الركنية. كان تغطية رائعة وجميلة جدا، شكرا لكل زملاء الصحفيين الكرام. وانطلاقة لننتظر جائزة أفضل للمنتخب الجزائري. الليلي الخطورة، بن ناصر ممتازة. بحث من هناك على طويلة، هذه الكرة صعبة لصالح المنتخب الجزائري. فرصة الركنية تنفذ عالية، القائمة الثانية المقصية. مقصية بغداد بنجاح تخرج إلى ضربة مرمى. ركنية رياض محرز في القائمة الثانية. لم يتم عطال مباشرة مع رياض محرز. للأسف الشديد إلى مرمى الحارس المتألق إلى حد الآن ألاك بوا. بينما إبراهيمي أيضا محبوب الجمال الجزائرية. صعبة بمعاني ومغزى، حذاري، ولكن التغطية الدفاعية موجودة فعلا أيضا متميز بعد هذه الانطلاقة من ياسين إبراهيمي. وضرب الجزاء، للمنتخب الجزائري بن ياسين إبراهيمي. توغل ياسين، اخترق الدفاع، تعرض للعرقلة. الحكم يقول لا كلام لا نقاش، ويبدو لي أنه فعلا ضربة جزاء، والتدخل كان قوي.
هو ابراهيم هكذا قر اسلام 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 يضيع ويسجل اول هدف. وماذا يقول الحكم؟ يقول تعاد هكذا. سسبنس تعاد الضربه تعاد الضربه تعاد الضربه. اسلام 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 سليماليه الهدف الاول للمنتخب الجزائري لصالح المنتخب الجزائري. اقول من امضاء اسلام سليماني عنده مكانته الخاصه لدى اللاعبين محبوب بي بي حرق. اجمل ساره هنا في ملعب 5 جويليا الاولمبي. انطلاقه 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 سريعه ولكن التغطيه الدفاعيه موجوده وفيه